أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. فضيلة الشيخ رحمه الله عنكم، نسمع في بعض ساحات الجهاد لمن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال انتحارية، بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل، بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده فيموت أوله، فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟ تفضل بالتوضيح. يقاتل بلا درع. بلا درع. بلا درع. نعم. تفضل بالتوضيح. سلمكم الله. هذه الأعمال الانتحارية التي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل يتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمل القنابل وتفجرت به فمات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. لكن إذا كان هذا الإنسان فعل ذلك جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول، وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتل لنفسه. وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب، باب الحوطة، من أجل أن يفتح الباب لهم. وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير. فيقال أن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو 1 من 100 أنه ينجو، لكن من تقلد القنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا 1 في 100 ولا 1 في 1000 أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخلق صفوفهم، لأن النجاة فيها احتمال. وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو.